مثل ما وعدتكم قلت لكم برجع بشوفكم بتيبس. اليوم بدنا نحضر سنتر دو تابل بهالشكل وبهالشكل. نحن بدنا نشكل بزهور. بدنا نجيب بويات بلاستيك لانه بدنا نرجع نحط عليهم ورق الاسبيديسترا. احفظهم منيح، اسبيديسترا. بحب اشكر فلور ادونيس على هالتشكيله. لكينا بدنا نجيب الورقه بهالشكل، بدنا نحطها نلزقها على البو، مشان هيك اذا البو بلاستيك احسن. بهالشكل نرجع منلزق هون. بدنا نقصها من ميل التحت. قد البو. فوالا. وبهالشكل. أكيد حاطين بالبو أوازيس. بلينا الأوازيس مي قبل، وهلا بدنا نشكشك ورود. فوالا. أول شي بنعمل الفورتور، رح قصهم حطهم حدي هيك بهون الشغل. نقينا روز روز. Voilà. وبتاخد معنا كتير وقت مثل ما شايفين. قد ما صرنا عم نعمل زهور صرنا خبرة. وإذا أنا فيني أعملهم أكيد أنتو كمان فيكم تعملون ببيوتكم. كتير هينين. فوالا. هلا بدي أعلمكم طريقة تانية. فوالا خلصنا هالارانجمون. طريقة تانية، بدنا نجيب الاوازيس نقصها بفورم كاري، بدنا نحوش وراق ومنجيب الوراق وبدنا نشكهم بالدبوس بهالشكل على الأوازيس. بدنا
بهالشكل. نتابع. كمان وحدة. فوالا. هولي وين ما كان منلاقيهم. وأول شي بدنا نحط الوراق، نرجع نشكشك فيهم زهور. منقي الكبار تيغطوا. بهالشكل. اوقات بنحط دبوسين تتثبت الورقة، نثبتها أكتر. فولا، صار عندنا الباز. أوقات هول الطراف يلي هيك بيوقفوا نرجع منثبتهم كمان بدبوس، نبرمهم. وهلأ صارت ردي لنرجع نشك زهور فيها. رح نحط كريزانتيم لولي بوب. بهالشكل. في عرس هون؟ هاي نحن دايما عندنا عرس، كل يوم عرس. كيفك اليوم؟ أنا كثير منيحة، أنت كيف؟ فاين. لما الطقس يكون منيح كلنا بنكون منيح. كلنا بنكون منيح، رجع طقس خريفي بامتياز. خريفي ولا ربيعي؟ ربيعي. لا قلت أنا ما يكون أنا فتت وما صار شيء برا. صار لي زمان هون. أنا كثير عم بعمل كونسنتريشن على البوكيه. لأنه كثير حلوين، وفكرة الليفز الأوراق على البو يعني شيء كثير حلو. هلا انت حاطه بويات حلوين، فيك تكوني حاطه حي ولا شيء بمعنى بلاستيك كاتيا ليك تقليهم. مش بس حلوين يعني هن. ايه بس انه هون الورقه فيها تغطي حي ولا شيء اذا ما عندك بو يعني. اكزاكتلي بو حلو. او فينا كمان نلون كذا مره. صرنا معلمين المشاهدين شو يعملوا، مره منلون مره من فوالا بهالشكل. بتعرفي انا بكون مثلا جايني بوكيت زهور بيبقى فيها كم شغله، صح كم شغله يعني، بعضهم فريش بعضهم حلوين والباقي بكون تعب، فما بقى فينا نعملهم بهالشكل. بس فينا نعملهم بهالشكل، دائما بعمل هيك شيء. بس هيدي قصه الوراق على البو جديده ما كان منتبهت لها، كثير هينه. ليكي اخذت معي الدوجا حلوين بس رح بعضهم هالقد. وهيدي نشكها هون على الطرف. ولا كثير حلو، مش حلوة طلعت هي. بدي احطها هون. ولا هلا رح زين فيهم الصالون، هلا بننزلهم لتحت. هيدي فكرتنا اليوم، فكرة كثير بسيطة وهينة وفينا نعملها. هون شو حطيتي؟ بس جيب صوفيا البس بس يعني بقصص كمان رخيصة منهم كثير غاليين. وهول الزهور كمان فينا نلاقيهم هلا بالاحراج، فينا نحن نحن نجيبهم نقطفهم يعني ونجيبهم. صح مثل هون بفتكر استير اسم ما هيك مو بعرف استير ولا
هالزهرة اللي منلاقيها كمان بالحرش، سو مش ضروري نشتري قصص كتير غاليين حتى لو انه مش غاليين بس لما بيصيروا هيك بيصيروا احلى يعني بيصيروا بنيعتوا ولا كتير حلوين ترجلي. ثانكس كاتيا، هلا بنزلهم عندك بنزين الصالون الام تي في اللايف. انا برجع بشوفكم بامتى بكوكينج. اليوم عندنا قصص كثير طيبه بعتقد اليوم معنا شربل شربل اليوم معنا رح يكون معنا اتو تالاخ.